آمين. أستأذن حضراتكم نشوف التقرير ده وأرجع أكمل حواري الممتع مع فضيلة العالم الجليل الشيخ أحمد دسوقي. عايزين نعمل مشروع الوقف الخيري. يعني ايه مشروع الوقف الخيري؟ تعال بقى معايا وشوف الفكرة بتاعتنا في نبض الحياة. في فكرة جميلة جدا مع مؤسسة نبض الحياة عملوها بإذن الله ندعمهم فيها ونقف معاهم بكل قوة، لأن دي فكرة جيدة جدا جدا في مصر، إن أنت ممكن دلوقتي تتبرع بنخلة واحدة فقط لغير أو عدد أكبر. النخلة دي بتغير بيها مجرى حياتك مع الله. يعني لو اتزرع 1000 نخلة بعد 5 سنين 1000 نخلة هيبقوا 5000 نخلة. أنا عايز أغير مفهومك عن العمل الخيري. النهاردة بنقول لكم تعالوا الخير يمتد إلى قيام الساعة. النخل أيها الأحبة وأحباب رسول الله أمرنا به صلى الله عليه وسلم لنزرعه حتى ولو قامت الساعة، فقال رسول الله: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. كل ثمرة من الثمار دي لما نجمعها محصولها يتوجه لعمل وباب من أبواب الخير. كل محصول من ده لما تبيعه هيعمل وصلات مية، مئات وآلاف وصلات المية. كل دفعة من المحصول ده نبيعها نحفر بيها عشرات ومئات وآلاف الآبار. كل دفعة من المحصول ده هنبيعها ونبني بيها مئات المساجد. هو ده الخير في نبض الحياة، هو ده وقف النخيل اللي نبض الحياة أسسته وأنشأته علشان العائد منه يتوجه لكل مشاريع الخير اللي حضراتكم بتحبوها. السلام عليكم، أهلا بكم. ما زلت بتكلم مع سيدنا الشيخ أحمد سوقي عن من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إحنا بنتكلم فيه من أين اكتسبه، تمام، وركزت حضرتك معي على جوانب إن المال ده لازم يكون إيه؟ من حلال. طب ينفع شيخ أحمد أتاجر في المخدرات وأتصدق؟ إحنا قلنا إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. ما هو ربنا بيقبل التوبة يا سيدنا، أنتوا هتضيقوا واسع ليه؟ طب خلاص اقتل وبعد كده يا عم ربنا بيقبل التوبة، افسد في الأرض وربنا عز وجل بيقبل التوبة. بالمناسبة للسادة المشاهدين، الله عز وجل يقبل توبة القاتل اللي هي بينه وبينه، اللي هو لا يخلد فين؟ في النار. لكن يجي يوم القيامة هياخد حقه من المقتول، ففي حقوق للعباد. ياخد حقه من المقتول القاتل. المقتول ياخد حقه من القاتل، ففي حقوق للعباد. خلاص عشان خاطر بس ما يبقاش حد يمسك علينا شيء في موضوع التوبة. لا استنى بس ما تكروتنيش. ماشي، في قاتل، تمام، سواء عوقب او لم يعاقب، تمام، المقتول مش مظلوم؟ مظلوم. القاتل ان تاب الى الله عز وجل تاب الله عليه، ولذلك اللي بياخد اعدام بيجيبوا له واحد يلقنه التوبه والشهاده الى الله عز وجل. ليه؟ قال لك لان في عقوبتين ليه في الاخره. العقوبه الاولى تخليده في النار، سيخلد القاتل عمد مع سبق الاسلام، من المتعمد في جزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه. ده حق مين؟ تخليده في النار حق مين؟ الله حق أكبر. ربنا الله بتاعه أكبر. لو تبت لربنا يسيب حقه سبحان الله عز وجل، لذلك تواب رحيم. المقتول. لكن حق المقتول هياخده منه بقى حسنات، لو معهوش حسنات هيدلوا من سيئاته. فدي الله حقوق الله العباد الله. في قنطره بعد الصراط، اقف حق وحقك. قنطره الايه؟ قنطرة الحقوق. الحقوق حق وحق يا مظلوم. ما تخافش خالص، حتى لو ما قدرتش تاخد حقك هنا هتاخده طبعا، حتى لو سمحت هنا برضو حقك هيعوض وهيجبر فرص. خاطر المظلوم فين؟ في الأخر. طيب تمام. يعني يا شيخنا قليل من الاستغفار يخلص المسألة دي؟ التوبة لها شروط. واحد كان بيتاجر في المخدرات معاه فلوس. واحد كان طب اعمل ايه في الفلوس دي؟ اولا ان يكون في توبه الى الله، فعلا عنده عزيمه داخليا جواه ان هو مش راجع الموضوع. تبت يا مولانا وندمت على ما فعلت وندمت وخلاص الموضوع ده الفلوس اهي، اعمل ايه؟
خرجها لله عز وجل. ما دام ربنا عز وجل تاب عليك ما دام ربنا تاب عليك اصبح هذا المال محرر بشرط في حد من العباد لحق فيها، بمعنى اختصبت حق حد. لا لا، خدت تجاره في الحرام، خدت رشوه، خدت رشوه من حد فيها. لا اختصبت مال حد فيها. لا احتكرت مال حد فيها. لا ما استغلتش، خلاص يعني دي كانت تجاره محرمه. انفقها كلها في سبيل الله. يعني ايه في سبيل الله؟ وضح لي اكتر. يعني اخرجها في المنافع العامه، مستشفيات كله بينتفع بها. ايوه بقى. انا بقى طرق انا بمشي معاك، انا بمشي مع حضرتك في الحته دي. تمام. بقى يعني ايه احطها في منافع عامه؟ منافع عامه يستخدمها جميع الناس، بمعنى ايه؟ ما اروحش الواحد في البيت ومحتاج شيء أدو. لا انا اعملها منفعه عامه على سبيل المثال، في مدرسه حكوميه في قريه وفي اطفال. نعم، مدرسه، طرق مستشفيات. العنوان الرئيسي في الحته دي، ينفع احطها في صندوق تحيا مصر؟ سؤال، هل صندوق تحيا مصر يصرف منه على الناس بصفه عامه ولا لشخص معين؟ ده على الناس كلهم. يبقى ينفع. وصلت؟ صندوق تحيا مصر هو بيعمل ايه؟ ما هو للناس. استنى استنى، في طرق بتتبنى. ايوه، هو صندوق تحيا مصر بيعمل ايه؟ انا عايز اوصل للمشاهد يعني مصلحه عامه، الكل بيستفيد. اليتيم بيستفيد، الارمله بتستفيد، الفقير بيستفيد، المريض بيستفيد، دي اسمها مصلحه عامه. طب اسالك سؤال، اماره الطرق، بناء الكباري، المستشفيات، المدارس. هسالك سؤال، احنا ممكن مثلا واحد يجي يقول لك بص يا عم احمد، انا كنت بعمل حاجه حرام في التجاره بتاعتي. تمام. وانا بتحلل من المال الحرام ده، هنعمل بيه شركه ميه. هنعمل بيه شركه ميه يستخدمها الناس، يستخدموها الناس. تعالى بس السؤال هنا فين بقى؟ هل مش اللي انا بقوله؟ هياخد هل أجر؟ العقاب هيقع عليا، وهل هاخد ثواب؟ اقول لك المفتاح. قول المفتاح. بالنسبه للعقاب، الساده المشاهدين، اللي بينك وبين ربنا غفور رحيم، بينك وبين العباد لا، الموضوع ده بينك وبين ربنا غفور رحيم، وانت انفقته لك به اجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول وفي بضع احدكم صدقه، فقال الصحابه ياتي احدنا شهوته يا رسول الله مع زوجته في الفراش ويكون له بها اجر؟ قال نعم. قال رايت ان وضعها النبي، بيقول له بقى بيقنعه في حرام، فانا بقنعك الوقت المشاهد، بقنعه بحاجه. قال له النبي ارايت ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ يعني لو واحد زنى هياخد طب الراجل ده يعني يعمل ايه بالفلوس اللي معاه؟ يروح يديها لتجار المخدرات اللي كانوا واخدها تاني ويمشي الدنيا يرجع لها يعملها تاني ولا يعمل ايه؟ فهو يعني انا بقنع بالدليل العقلي بس. حبيبي يا محمد الله، هي طبعا هياخد الاجر، يعني ما تبقاش واسع. لا مضيق واسع. احنا نتمنى ان ربنا يتوب علينا كلنا وربنا يغفر لنا يا رب.